كان في امبارح على شاشه الام تي في. طبعا بلشت السهره بالموعد الثابت، ما في مثله، ومواقف مضحكه جديده لكل الاشخاص اللي بحبوا يرجعوا يشوفوا هالحلقه، يمضوا بعض الاوقات المسليه خلال النهار. mtv.com.lb ريبلاي او اي برنامج ما لحقتوا تحضروه، اي فقره من ام تي في الايف ايضا ما قدرتوا تحضروها. ومن بعدها احاديث جديده، اشخاص جديده وايفنتس جديد تعرفنا عليهم بحديث البلد. وضيوف امبارح كانوا النايب عمار حوري، الاعلامي زافين كويومجيان، الفنان علي ديك، الزملاء بالام تي في رولا كعدي وسيرج زرقا، جهاد الاشقر من اليت رانينج كلاب، وكريم مسعود من مهرجان اهدنانيات لعام 2015. راح نشوف مقتطف من حلقه امبارح ومنتبه. عمار حوري ما قبلت تتغزل بالمرأة بقى، بس ما رح تهرب منها. نعم، لأنه الانترفيو كله اللي جاي عن المرأة. نعم، شو منيح معك ولا بتفضل كنت تحكي بالسياسة؟ لا، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. أنت شاعر طبعا. النهاية طبعا. عمار حوري وانترفيو المرأة. عمار حوري، فيك تعيش بلا المرأة؟ أكيد لا، ما حدا في يعيش بلا المرأة، لا الوالدي ولا الزوجي ولا الحبيبي، حتما لا. شو أول شيء بتطلع فيه بالمرأة؟ الوش طبعا. وبعد الوش ما تستحي، ما تستحي قول. بعد الوش الشخصية. شو أسوأ شيء بالمرأة؟ عصبيتها. عفويتها؟ عصبيتها. عصبيتها. إيه. لما أحيانا المرأة بتعصب بتكون يعني مش هينة. مش هينة. أعطينا ثلاث كلمات توصف المرأة. الجمال، النعمة، والشريك. الشريك هي نعمة بتعتبرها؟ هي طبعا. سمعت نعيم؟ لما عم نقول النعمة تبدأ من الوالدة صح، وبقية العائلة، بس الوالدة هي تبقى. بس أنا بدنا نجوزه ما عم برد. يلا الله كريم، الله كريم. كريستين تعرفت عليها؟ إيه. شو رأيك فيها هالصبية الحلوة؟ صبية حلوة وصبية هيك هادئة ما بيطلع على حس، ما بيطلع صوتها. ايه هادئة. بحديت هلا بعد ما سمعنا صوت على البلاتو، تحت البلاتو مرة قلت لها مرحبا اعلن مشان هيك ما بخلوها تحكي. هيك عم بتفخر لنا فيها لكريستين قد ايه بتحديها. هلا تحكي، يلا هلا اسمعوا صوتها. هلا هلا رح قلها تقرب من الميكرو وتحكي. كريستين شو مكتوب على كارتك؟ بين إليسا، هيفا ونانسي، اختر فنانتك المفضلة وأدي إحدى أغنياتها. أيوة. هلأ للأسف ما عندي موهبة الصوت، فالجزء الثاني أشكر يعني أشكر لك. إيه. هلا يمكن يعني بين اليسا وهيفا ونانسي. اليسا. 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 سمعنا شيء عن جد. يا ريت يا ريت. ما زالك ما قادر تغني لاليسا، وجه لها كلمه لاليسا. ليش بتحب صوتها واغانيها؟ شو اللي بتحب بصوتها؟ اولا بحسها يعني بتشتغل على اغانيها بشكل مش استعجال. يعني بتتأنى. ايه بتتأنى. اثنين بتختار ألحان تتواءم مع صوتها. صح. ايه فهي يعني في حرفية بشغلها، فمشان هيك يعني سميتها لها. كمان إليسا بحترم جرأتها بمواقفها السياسية. عندها موقف سياسي واضح وبتعلنه يعني. نعم. للكل. من وحي إليسا رح نختم خلال النهار مشاهدينا، بنوافيكم تباعا ببرامج الام تي في لليله ولبقيه الاسبوع وتحديدا بالويكند. اما هلا فرح ننتقل لفقره التكنولوجي مع الي اللي صار جاهز، وانا بلاقيكم بعد ثواني.